بوشير فارم. كلمة عبارة بسيطة وسهلة وكتير مستخدمة ومتبعة، لكن ضروري أن نرجع نأكد عليها. بوش يير فارم، يوجد مكان فاضي. بوش يير فارم، أحيانا ممكن نقول مسايت مسايت، لكن حسب نحن عن شو بنحكي. إذا كنا عم نحكي عن حجز مثل ما نحن عم نحكي حاليا بنقول بوش يير. يير يعني مكان، وبوش يعني فاضي. فارم من أهم الكلمات اللي ممكن نستخدمها في اللغة التركية، عبارة معناها هل يوجد. فار يعني يوجد، والم هي أداة الاستفهام في اللغة التركية. فارم هل يوجد.